تقيم من الردى من العدا كالعبيد لا نريد كلنا المعبدة وعيشنا المنكدة الحسام والذراع لا الكلام والنهار لكم. أما القصيدة الثانية والأخيرة اللي راح نقرأها للشاعر إبراهيم طوقان فهي من أشهر قصائده بعنوان الحبشية الذبيحة، وإن كانت يعني تحكي عن ديك الحبش لمن يذبحوه إيش بصير فيه، ولكنها تعبير صادق عن واقع الأمة العربية كيف أنها تذبح وتستغل إمكانياتها من قبل الأعداء وهي غير واعية لذلك بشكل كامل. فيقول إبراهيم طوقان في الحبشية الذبيح: بركت له مسنونة تتلهب، أمضى من الحد المتاح وأغلب، حزت فلا حد الحديد مخضب بدم ولا نحر الذبيح مخضب، وجرى يصيح مصفقا حينا فلا بصر يزوغ ولا خطا تتنكب، حتى غلت بي ريبة فسألتهم: خان السلاح أم المنية تكذب؟ قالوا حلاوة روحه لعبت به، فأجبتهم: ما كل رقص يطرب، هيهات دونكه قضى فإذا به صعق يشرك تارة ويغرب، وإذا به يزور مختلف الخطى وزكية موتورة تتصبب، يعدو فيذبحه العياء فيرتمي، يعني بركض وبعدين بيرتمي، وكاد يظفر بالحياة فتهرب، متدفق بدمائه متقلب، متعلق بدمائه متوثب،
عذابه يدعى حلاوة روحه؟ كم منطق فيه الحقيقة تقلب؟ إن الحلاوة في فم متلمظ شرها ليشرب ما الضحية تسكب. هي فرحة العيد التي قامت على ألم الحياة، وكل عيد طيب. شكرا لكم.